طيب الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي او باسم النادي الاهلي كان ليه بعض التصريحات بالامس، وفي الحقيقه تصريحات كلها مهمه. وخلينا نبتدي بالشروق واللي بيتكلموا موقع شروق، يعني بيتكلم على ان على التصريح ده ان الاهلي بيقول تجديد عقد فايلر شبه منتهي وتوقع الاعلان الرسمي. وبالمناسبه احنا اتكلمنا معاكم في الجزئيه دي من حوالي اكتر من اسبوعين، يعني قلنا ان الرغبه موجوده عند النادي وعند اللاعب وان او عفوا عند المدير الفني يعني فايلر، وان الاثنين عايزين يكملوا المسيره والاثنين عندهم الرغبه في التواجد. المدير الفني النادي عايز المدير الفني والمدير الفني عايز النادي يبقى موجود وهو يبقى موجود مع النادي، فالدنيا ماشيه بشكل جيد يعني من الاخر. وموضوع التجديد ده باذن الله ينتهي قريبا ويتم الاعلان الرسمي زي ما قال كده الاستاذ شريف فؤاد في تصريحاته بالامس. كمان الوطن سبورت ولسه مع تصريحات الاستاذ شريف فؤاد واللي قال ان احنا مساندون لحسام عاشور حتى النهايه وننتظر قرار النهائي. احنا عارفين طبعا قصه حسام عاشور والعروض اللي عرضها النادي الاهلي على اللاعب، لانه شايفين ان المدير الفني ما عندوش رغبه في استمرار حسام عاشور ودي رغبه فنيه فلازم تحترم، فبالتالي تقديرا لمسيره حسام عاشور مع النادي وقيمته الكبيره ففي بعض العروض اللي عرضها النادي على اللاعب. افكر حضراتكم بس يعني اللي بتتمثل في عمل بقناه النادي مثلا او اي دوره تدريبيه سواء في الجانب الفني او الجانب الاداري برضو موجوده بالنسبه له متاحه النادي يتكفل بيها. ماتش اعتزال برضو من ضمن الاقتراحات او من ضمن العروض من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، لكن لسه حسام عاشور ما حسمش موقفه، عنده بعض العروض سواء في مصر او بره مصر. ممكن يكون لاعب نفسه يكمل شويه، لكن في نفس الوقت عروض النادي الاهلي مميزه بالنسبه له، خصوصا ان اكيد والمؤكد يا جماعه ان حسام عاشور حابب ان هو يختم بتيشيرت النادي الاهلي، لكن ممكن يكون ليه حسابات اخرى بالنسبه له الله اعلم بيها يعني. وهو كمان يعرف ظروفه كويس جدا، لكن حتى الان في كل احوال النادي الاهلي لم يتلقى اي قرار نهائي من قبل حسام عاشور. طيب اليوم السابع